بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 147. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب عشرة النساء في فصل عقده: وتسن التسمية عند الوطء، وقول الوارد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله في هذا التسمية عند الوضع، في هذا الكلام الذي وقفنا عليه وما بعده، آداب الجماع. فقال: يسن التسمية عند بدء الوضع، وقول ما ورد، بأن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، كما في الحديث إنه إذا قال ذلك فحصل بينهما ولد لم يضره الشيطان. نعم. قال: ويكره كثرة الكلام. من آداب الجماع أن يترك كثرة الكلام في حال الجماع، لأن هذا من سوء الخلق، لكن الكلام اليسير وللحاجة لا بأس به. نعم. والنزع قبل فراغها. ومن آداب الجماع أن لا ينزع، يعني من الجماع بمعنى ينهي الجماع حتى تقضي شهوتها هي، فإذا قضى شهوته فإنه ينتظر حتى تقضي شهوتها هي، لأن لكل منهما شهوة. نعم. والوطء بمرأة أحد. نعم. ويكره، من آداب الجماع أنه يكره أن يطأها بمرأة أحد، بل يستتر في حالة الجماع ولا يكون بمرأة من الناس، لأن هذه مهزلة وسوء خلق. نعم. والتحدث به. ومن آداب الجماع أنه لا يتحدث به ويذكر ما حصل بينه وبين زوجته من الأسرار الزوجية، لأن هذا من الخيانة، وقد جاء الحديث في النهي عن الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها ثم يتحدثان بذلك، وأن هذا من إفشاء السر المحرم. نعم. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. لكل من الزوجات، للزوجة الواحدة أو للزوجات، السكنة بالمعروف، بأن يسكنها ما يناسب لحالها، ويحرم عليه أن يجمع بين الزوجتين في مسكن واحد بغير رضاهما، لأنه ظلمهما حقهما، لأن الواجب أن يسكن كل امرأة في مسكن منفرد، فإذا اجتمعنا بغير رضاهن فإنه يحصل مفاسد من اجتماعهن من الغيرة والتنازع وغير ذلك، والضيق في المسكن وغير ذلك. نعم. وله منعها من الخروج من منزله. هذا من حقوق الزوج على زوجته، أنها لا تخرج إلا بإذنه، فله منعها من الخروج من البيت بغير إذنه لأي حاجة من الحوائج. نعم. ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته. نعم. يستحب له إذنه بأن تمرض قريبها
أو تشهد جنازته، لأن هذا من فعل الطاعة ومن الصلة، فلا ينبغي له أن يمنعها من ذلك، ولا يجب عليه وجوبا يمكنها، لكن من حسن العشرة والإعانة على البر والتقوى أن يأذن لها في أن تزور مريضا من أقاربها، أو أن تحضر جنازته إذا مات لتدعو له وتصلي عليه. نعم، أحسن الله إليكم. نعم. قال: ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته. أي نعم، أن تمرضه، يعني تجلس عنده تخدمه وهو مريض. التمريض معناها أن تخدمه بما يحتاج في مرضه. نعم. وله منعها من إجارة نفسها. له منعها من أن تؤجر نفسها تعمل بالأجرة، لأن هذا يفوت حقه في الانتفاع والاستمتاع بها وبقائها في البيت، وهذا يدخل فيه التوظف، لأن نعم. التوظف استئجار، فليس لها أن تتوظف إلا إذا شرطت عليه عند العقد. إذا شرطت عليه عند العقد أن لها حق أن تتوظف فلها ذلك، أما إذا لم تشترط عليه عند العقد فله منعها من التوظف، وبقاؤها في بيتها وقيامه عليها وإنفاقه عليها وتربيتها لأولادها أفضل بألف مرة من الوظيفة التي تعرضها للاختلاط وتعرضها وترهقها، لأن المرأة ضعيفة. فبقاؤها في بيتها لا شك أنه أحسن لها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. وله منعها من إرضاع ولدها من غيره، من زوج آخر قبله، كان تزوج امرأة مطلقة ولها ولد، أو متوفى عنها ولها ولد ترضعه من هذا الزوج المفارق، فله منعها من إرضاعه ما لم يتضرر الولد. أما إذا كان هناك مرضعات فإنه لا يتعين على أمه أن ترضعه، ولا يتعين على زوجها أن يمكنها من إرضاعه، لما في ذلك من تفويت منافعها التي هو يستحقها، ويفوت عليه الاستمتاع بها. نعم، أحسن الله إليكم. ما ذكرتم في منعه من إجارة نفسها، وقولكم أن بقائها في البيت أفضل ألف مرة من الخروج وتبعاته الفاسدة، يبدو أن المصيبة في ذلك أن كثيرا من المسلمين والمسلمات جعلوا ينظرون إلى أحكام شريعة الله من خلال نظرة أعداء الله، فهم ينظرون إلى قضية عمل المرأة وخروج المرأة مثل شهادة المرأة وحجاب المرأة من خلال نظرة الكفار أعداء الله. فالمصيبة من هنا، يعني لم يكونوا المسلمين سلموا لله ورسوله، وإنما نظروا فيما حكم به الكفار على هذه الشريعة فاتخذوا أحكام الكفار حكما على شريعة الله. فهل لكم الكلام؟ لا شك أن هناك متفرنجين ومتفرنجات تشربوا ألبان الغرب وألبان الكفرة، ويريدون أن يطبقوها في بلادنا، ومن ذلك تبنيهم قضية المرأة بزعمهم. نعم. لأنهم يزعمون أن المرأة مظلومة في الإسلام، وأنها مهضومة حقوقها، وأن العدل للمرأة أن تعطى الحرية الكاملة التي تخرج بها عن حدود الشريعة. نعم. أن تخالط من تشاء، وأن تذهب وتسافر متى شاءت بدون محرم وبدون رقيب، وأن تخلو مع الرجال، وأن تخلع الحجاب، كل ذلك يعتبرونه قيودا للمرأة من الحرية، وهذه ليست حرية في الحقيقة، هذه بهيمية. الحرية الحقة هي ما جاء به الشرع من إعزاز المرأة وإكرامها والحفاظ عليها كأنها درة مصونة قيمة، فهم يريدون أن يستعبدوها، هم يقولون تحرير المرأة، وهو في الواقع تخريب المرأة
واسترقاق المرأة، هذا هو الرق والأسر. أما الإسلام فإنه انتشلها من هذه الأوحال وأكرمها وعززها وحافظ عليها، فجعلها قيمة البيت وأميرة البيت، وألزم الرجل بأن يقوم عليها، الرجال قوامون على النساء. هؤلاء يقولون لا، هي تخرج بضعفها وتتولى أعمال الرجال، تكون وزيرة وتكون رئيسة جمهورية، تكون سفيرة وتكون مديرة، وتكون وتسافر كل يوم في بلد، وهي امرأة ضعيفة وتتحمل الأثقال والأتعاب، وهي تحيض وتلد، وهي خلقتها ليست خلقة الرجل وليس الذكر كالأنثى. فهم يريدون من وراء ذلك إفساد المجتمع لا أقل ولا أكثر، لأن المرأة هي أساس المجتمع، هي الأم وهي الأخت وهي العمة وهي الجدة وهي الخالة، فإذا فسدت النساء فسد المجتمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، ويقول عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما هلكت بنو إسرائيل في النساء. فلما خرجنا على الآداب الشرعية صار ذلك سببا في هلاك الأمم. فهذا الذي يريده هؤلاء الفسقة وهؤلاء الفجار الذين يحملون الراية ضد أحكام الإسلام، ضد الحجاب، ضد البقاء في البيت، ضد تعدد الزوجات، ضد تزويج المسلم الكبير السن إلى غير ذلك، كل هذا يريدون تضييق المجالات الشرعية للمرأة حتى تخرج إلى المجالات الفاسدة والمجالات الضارة. هذا ما يريدون في كتاباتهم وفي حملتهم المسعورة في الصحف كما نشاهده في هذه الأيام، فإن هذا من إفرازات العولمة ومن إفرازات العلمانية الخبيثة ومن إفرازات الحداثة الكافرة. كل هذه مما صبوه في بلادنا، ولكن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. والمسلمون لا يرضون بهذا، حكامهم وعامتهم بإذن الله لا يرضون بهذا، وسيكونون بالمرصاد لهؤلاء وسيموتون في غيظهم بإذن الله، لن ينالوا خيرا. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. هل مثل ما تفضلتم به من حمل راية مواجهة أحكام الشريعة والصياح بها، هل هو نفاق فعلا؟ يعني لنا أن نقول أن هذا نفاق وعمل المنافقين، ولا نصفهم بالعلمنة وأنهم علمانيون، نقول هم منافقون لنا ذلك، أو هو جنائي عليهم؟ هم بصفتهم أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون ضده هم منافقون. والعلماء ذكروا أن المنافق هو الزنديق في عصرنا، كان في الزمان الأول يسمى منافقا، وفي عصرنا يسمى زنديقا، لأنه آمن بلسانه وكفر بقلبه. فنحن نسميهم منافقين ونسميهم زنادقة ونسميهم علمانيين وحداثيين، كل هذه أسماء لمعنى واحد وهو الخروج من أحكام الشريعة، وإن تظاهروا بالالتزام بالإسلام فإن أعمالهم تدل على فساد قلوبهم وعلى أن قلوبهم منكرة والعياذ بالله، وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. نعم، أحسن الله إليكم. في قضية ما يزعمون من تحرير المرأة والذي وصفتموه كما تفضلتم بتخريب المرأة وتدمير المرأة، هل لنا أن نقول إنهم محجوجون بأنهم لم يدعوا الصنف الآخر من النساء في حرية؟ فهناك كثير بحمد الله من المسلمات من آمنت بربها وقبلت حكم الله وصارت متحجبة مستترة، لا تريد السفور ولا مزاحمة الرجال، وتعرف أن ما شرع الله هو الخير لها، لكنها ليست منهم بعافية. فلو كان نداءهم بتحرير المرأة وحرية المرأة صادقا
لكانت أيضا منهم في حرية وسعة، لكنهم يضيقون عليها في الوظائف والتعليم والإعلام. هم لن يعلوا جهدا في مضارة المسلمين ومحاربة أحكام الإسلام، لن يعلوا جهدا، ومن ذلك أنهم يضيقون على الملتزمين ويصفونهم بالأوصاف الذميمة ويصفون الأحكام الشرعية بالجمود والتخلف والرجعية والتقاليد البالية وما أشبه ذلك. وهل بعد هذا الكفر من كفر؟ فإذا وصف أحكام الشريعة بهذه الأوصاف، الله جل وعلا يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فإذا كره الإنسان أحكام الشريعة التي أنزلها الله فإن الله يحبط أعماله، ومعنى ذلك أنه كافر. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء. نعم، عليه أن يساوي بين زوجاته في القسم، بأن يبيت عند كل واحدة ليلة. وأما الوطء فلا يلزمه المساواة فيه، لأن هذا لا يملكه. والعدل الذي أوجبه الله هو أن يساوي بين زوجاته فيما يستطيعه من المبيت والسكنى والكسوة، هذا هو ما يستطيعه. وأما الحب في القلب والميل في القلب فهذا بيد الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، وهو الحب في القلب. والله جل وعلا يقول: ولن تعدلوا بين النساء ولو ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. في أول السورة يقول: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وهنا يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. المراد بالعدل هنا هو الحب القلبي، هذا لا يستطيعه أحد. وأما الذي في أول السورة فهو ما يستطيعه الإنسان من القسم والكسوة والمسكن، فإذا مال إلى إحدى زوجاته بهذه الأمور وحاف معها فأسكن بعضهن ولم يسكن الأخريات، أو كسى بعضهن ولم يكسو الأخريات، أو قصر في ذلك، أو قسم للأخريات وبات عندهن ولم يبت عند بعضهن، فهذا هو الميل، فلا تميلوا كل الميل. وقد جاء في الحديث أن من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: لا في الوطء وعماده الليل لمن معاشه النهار، والعكس بالعكس. نعم، القسم يكون بالليل، يكون بالليل لمن معاشه بالنهار. فإذا كان الإنسان يعمل في النهار وينام في الليل فإن القسم يكون بالليل، والنهار تابع لليل. أما إذا كان العكس، لأن بعض الناس كالحراس والجنود ويكون عملهم بالليل، فهؤلاء يقسمون في النهار فينامون عند زوجاتهم في النهار لأنه قام مقام الليل. نعم. ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها. نعم، ليس سبق أنه ليس القصد بالقسم هو الوطء، بل المراد بالقسم هو المبيت عندها، سواء وطئ أو لم يطأ، لأنها تأنس به إذا بات عندها وتفرح به، ويسكن كل منهما إلى الآخر، فيسكن يبيت عندها ولو كان هناك مانع من الوطء كالحيض، فإن الحيض لا يجوز له وطئها، بينما يجب عليها أن يبيت عندها، لأنه ليس المقصود من المبيت هو الوطء فقط. نعم. إن حصل الوطء فلا بأس، وإن لم يحصل فإن المقصود بالمبيت ليس هو فقط الوطء. وكذلك حائض ونفساء، وكذلك ومريضة. النفساء بمعنى الحائض، لأنه لا يجوز وطئها، لكن هذا لا يسقط حقها من المبيت. نعم. ومريضة والمريضة التي لا تصلح للوطء لا يسقط حقها من المبيت عندها، بل يبيت عندها ليؤنسها ولتفرح به. نعم. ومعيبة
ومعيبة يعني فيها عيب جسمي، نقص جسمي، وهي ما يسمى بالمعوق. نعم. ومجنونة مأمونة. ومجنونة يعني من أصيبت بالجنون وزال عقلها بالجنون. إذا كانت مأمونة يعني مأمونة من حيث التصرف، لا يحصل منها ضرر على الزوج. نعم. وغيرها. وغيرها من سائر ذوات الأعذار التي لا يصلحن للوطء، فإن عذرهن من حصول الوطء لا يسقط حقهن من المبيت. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها، أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها ولا نفقة. هذه مسقطات حقوق الزوجة على زوجها. إذا سافرت بغير إذنه، لأنه لا يجوز لها أن تسافر إلا بإذنه، فإذا سافرت بغير إذنه فإنها يمتنع عليه عشرتها والنفقة والكسوة والمسكن في مقابل الاستمتاع. فإذا سافرت بغير إذنه أسقطت يعني تعذر استمتاعه بها، فسقط حقها عليه. هذا واحد. أو بإذنه في حاجتها. أو سافرت بإذنه لكن لحاجتها هي لا لحاجته هو، فإنه يسقط حقها، لأنها سافرت لمنفعتها هي. نعم. أو أبت السفر معه. أو أراد أن يسافر بها فأبت، فإنه يسقط حقها لأنها منعت نفسها منه. نعم. أو المبيت عنده في فراشه. أو امتنعت من المبيت عنده في فراشه، فهذه ناشز يسقط حقها. نعم. فلا قسم لها ولا نفقة. نعم. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز. نعم. إذا وهبت حقها على زوجها من القسم والمبيت وغير ذلك فلها ذلك، لأن الحق لها. فإذا وهبته لبعض ضراتها صار لمن وهبته لها، لأنها وهبت حقها الذي تتصرف فيه، أو وهبته للزوج والزوج أعطاه لبعض زوجاته الأخر فلها ذلك، لأن سودة بن زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين لما كبرت ولم يبق للرسول صلى الله عليه وسلم رغبة فيها وأراد أن يطلقها، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى في عصمته صلى الله عليه وسلم، يبقى لها شرف أم المؤمنين وأن تكون من زوجاته في الجنة، وهبت لعائشة قسمها، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والله جل وعلا يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، وهذا من الصلح. نعم. قال: فإن رجعت قسم لها مستقبلا. فإن رجعت عن هبتها فإنما مضى سقط، وما بقي يقسم لها في المستقبل. نعم. ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء. لا يجب القسم بملك اليمين، لأن الله قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فدل على أنه لا عدل في ملك اليمين، فلا يلزمه العدل بين سرياته ومملوكاته، بل يطأ من شاء منهن ويبيت عند من شاء منهن. نعم. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وثيبا ثلاثة. هذا مما يتعلق بالقسم، أنه إذا تزوج بكرا فإنه يقيم عندها سبع ليالي متواصلة حقا لها، فإذا انتهت السبع فإنه يبدأ القسم بين بقية الزوجات. وإن تزوج ثيبا فإنه يقيم عندها ثلاث ليال ثم يقسم بين الزوجات. هذا وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من قوله وفعله. نعم. قال: وثيبا ثلاثا وإن أحبت سبعا فعل، وقضى مثلهن للبواقي. وإذا أحبت الثيب أن يقضي عندها سبعا فإنه يفعل ذلك، ولكن يقضي للبواقي مثلها، فيجعل لهن سبع سبع.
بعددهن كل واحدة سبع من باب العدل بين الزوجات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة لما تزوجها وأقام عندها ثلاثا قال إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها. نعم، هذا هو تعريف النشوز، وهو معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها من حقوقه وامتناعها من حقوقه، سمي نشوزا من النشز وهو الارتفاع، ومنه النشز في الأرض وهو ما ارتفع منها. نعم. فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها. إذا ظهر منها أمارات النشوز وهو الامتناع من حقه بأن امتنعت منه ولم تمكنه من نفسها، أو أنها تمكنه من نفسها لكن مع التكره والتبرم والمنة بذلك، فإنه يتخذ معها الإجراءات التي أمر الله بها: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ثلاث مراحل. نعم. يبدأ بالوعظ والتذكير وتخويفها بالله، فإن لم يجدي فإنه يهجرها في المضجع فلا ينام معها، ويهجرها في الكلام فلا يكلمها لمدة ثلاثة أيام، فإن لم يجدي فإنه يضربها الضرب غير المبرح الذي يردعها. نعم أحسن الله إليكم. قال: فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام. هذا في المرحلة الثانية، يهجرها ما شاء، يعني لا تحديد للهجر في المضجع حتى تتوب، وأما الهجر فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه، لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. نعم. يعني في الكلام حده ثلاث. أي نعم. فإن أصرت ضربها غير مبرح. ضربها ضربا غير مبرح وفي حدود عشرة أسواط. نعم. يعني غير موجع، غير مبرح يعني غير مؤثر في الجسم بكسر أو جرح. نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم. هذه في الختام تحية من مهندس الصوت عبد الله عريف الحربي، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.